السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، ان شاء الله كاملكم بخير. اليوم درت دوره انجليزيه في قسنطينه وراني تشرف كبير تاع الاقبال تاع تلاميذي في قسنطينه، وجيت اليوم باش نهضر على واحد الموضوع معين. التلاميذ راهم يشقاو باش يقراو، راهم حابين ينجحوا. واحد الانسان فريمون تخلي للقلب، هذا الانسان اللي هو كباب اشرف الدين، هذا الانسان جاني من سوق هراس حتى القسنطينه باش يقرا الدوره تاع انجليزيه. والله غير صافي فريمون بليزير ليزيلا. قول لهم عطيهم كلمه تاع البكالوريا. انا معكم تلميذ موليد سوق هراس، كانديدات ليبر. يعني ننصحكم نصيحه كاخي لكم، ما بقى لكم شر، احبكم ارواحكم. باك وسهل، باك راهو سهل اخلاق. واش انا حاب نبين لكم بلي ما قريك والله غير صافي بليزير على وش شقا، شغل لعبك حسيت شرف كبير. بصح هو يبين هاد التلميذ، وبزاف تلاميذ ماشي اللي يشقاو، ماشي اوبليجي تشقى، بصح تقرا وحدك في الدار ولا تقرا باش تنجح. راني نستنى فيه هو وانتم كامل راكم تتابعونا باش تحصلوا على اكبر عدد، ماشي غير في الانجليزيه وفرنسيه ورياضيات، في كاع المواد مادا بيا كامل تنجحوا. والله غير بارك الله فيك كيما كبر بيا جاني من سوق هراس، والله غير مادا بيا. وتحيه لكاع ولايه سوق هراسة، ان شاء الله كامل تنجحوا كاع 58 ولايه. بارك الله فيكم، سلام.